والبرنامج الأخير اللي تم إطلاقه اليوم وراح يتم الإعلان عنه أيضا اليوم اللي هو خارطة إزالة الكربون في القطاع الصناعي أو الإندستري ديكربونيزيشن رود ماب. هذا البرنامج أطلقناه نحن بالتنسيق والتناغم أيضا مع الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخ 2050 وأيضا تحت استراتيجيتنا الصناعية، ويهدف أن نحن نقلل الكربون أو الانبعاثات اليوم في القطاع الصناعي بنسبة 93% لين عام 2050. نحن يعني الحسبة أن هذه الكوميلاتيف نمبر أو الرقم مجموع الانبعاثات اللي راح يتم إزالتها تناهز تقريبا 2.9 جيجا تونز لين عام 2050، وهذا رقم كبير إن شاء الله، وراح تكون مساهمة رئيسية من القطاع الصناعي في خفض الانبعاثات عموما على مستوى القطاعات كلها والوصول لمستهدفات الحياد المناخي 2050.